السلام، مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية، قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا، في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة متنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيه على ناقوس الخطر اللي دقه هشام المشيشي، حيث اعتبر رئيس الحكومة اليوم هشام المشيشي أن الوضع الاقتصادي في تونس خطير جدا. ربي فرحك، قول علينا ما نعرفوش. ويستوجب توفير مناخ سياسي يسهل عملية الإقلاع الاقتصادي. قاعد مغروم بإقلاع طائرة إلى ليبيا. تنجموا تقلعوا انتوما هاك الوزراء الاربعه اللي تحبوا تركبوهم، تمشي امورنا واضحه. ما فهميش علاش تحطونا ايدي فساد في الحكم، انتوما موقفين ومعناتها تونس ما فيهاش كان الاربعه وزراء هذوك باش تخدم بيهم. لا حول ولا قوه الا بالله. من خلال الانكباب على وضع الاصلاحات الاقتصاديه وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والله ما نراوها الى يوم الممات. ويذكر ان المشيشي أشرف صباح اليوم الأربعاء على أولى لقاءات بيت الحكمة بحضور كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الطبوبي اللي عنا برشا مرينيه شليبت، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مرجول، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين لانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. برا بدي، وربي معاكم وربي ينصر تونس، وما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس. ونقولكم باي باي.